السلام عليكم، كي درتو؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، اموركم هانيه بصحه جيده، ونتمنى هاد لا فيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وفي احسن الظروف. كي دايرين مع رمضان؟ كيف غاديين معاه؟ الحمد لله. تشوفوا هنايا تنبين لكم واحد المقادير ديال واحد الديسير اللي هو ساهل ماهل، دغيا تيوجد في رمشه عين، وغادي يعجب وليداتكم ويعجب عائلتكم ويعجب كذلك الضيوف ديالكم. بالنسبه لهاد الديسير راه ما تيطيب ما حتى شي حاجه، تتوجديه وتيبرد وتتقدميه وتيوجد كما قلت لكم في رمشه عين. كما تتشوفوا هنا المكونات، فالمكونات عندي على ثلاثه ديال المراحل. بالنسبه للمرحله الاولى هي اللي عندنا فيها تحتاجوا بسكوي بودوار، تنستعملوا اما هذا البسكوي بودوار، اي بسكوي متوفر عندكم في الدار، او اي بسكوي تيعجبكم لوغو ديالو، او كيك شايط ليكم مثلا، درتو شي كيكو شايط ليكم، مهم اي حاجه اللي متوفره عندكم في الدار. عندنا هنايا الكريم شانتي بنكهه الفاني، عندنا هنا واحد ثلاثه معالق كبار ديال السكر سنيده، كاس ديال الحليب اللي تكون بارد، معلقه كبيره الزبده، معلقه كبيره ديال النشا، معلقه كبيره ديال الكريم باتيسير الفاني، وعندنا الحليب اللي غنفزكو فيه البسكويت ديالنا، وعندنا 100 غرام ديال الشوكولا نواغ اللي تيكون فيها تقريبا واحد 52% ديال الكاكاو. ها هي شفتوها 52%. هذه فيها 200 غرام، فغادي ندير النصف ديالها اللي غنستعمل. فهاد الديسير كيف ما تتعرفوا فيه ثلاثة ديال المراحل. اول مرحله اللي غنخدموا فيها البسكوي، ثاني مرحله اللي غنخدموا فيها الكريم شونتي، وثالث مرحله اللي غنوجدوا فيها الطبقه الاخيره اللي هي الكريمه ديال الشوكولا. مهم خليكم مع المراحل وتبعوه مزيان، وكما العاده يجيكم الديسير ناجح وصادق 100%، وغادي يعجبكم ويعجب وليداتكم وكما قلت لكم والعائله ديالكم، ونقدموه في هذا رمضان في السحور او في الفطور، ماشي مشكل، كل واحد فوق ما بغى ياكلو، المهم انكم تجربوه وديروه. واول حاجه قبل ما نبداو تنتمنى انكم تفاعلوا مع الفيديو وتخليوا لي لايك لي كومونتير زوينين، وما تنساوش البارطاج مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم، وبارطاجيو في لي ريزو سوسيو، اي ريزو سوسيو عندكم فيسبوك او اي حاجه نتوما تتعرفوها، فبارطاجيو لا فيديو باش الناس حتى هما يجربوا هاد الديسير، ونتمنى انه يعجبكم لا فيديو. ويلا نقدموا الوصفة على بركة الله. اول حاجة المرحلة الاولى اللي غنقوموا بها هي ناخذ البول ديالنا، ناخذ داك الكاس ديال الحليب اللي كبير، بسم الله، وغادي ناخذ الشونتي كريم شونتي ديالنا نكهة الفاني، غادي نفتحوه كما شفتو، درنا كاس كبير هنايا، كاس ديال العنبة الحليب، غنخويو البودرة ديال الكريم ديالنا. وأنا دائما تنقول لكم من عشاق الفاني، فغادي نزيد واحد الشاصية ديال الفاني، وغادي نجيب الضراب الكهربائي ديالي، وغادي نضرب الكريم ديالي حتى تنحصلو على كريمة عاقدة وطالعة مزيان. وغادي ندوزو للمرحلة التانية اللي غادي نديرو فيها البسكويت ديالنا. يلا خليكم معايا، انا تندير لكم دقه بدقه ومرحله بمرحله باش يجيكم كلشي ناجح ويجيكم الديسير ناجح حتى البنات هنايا لا كريم ديالها هي طلعات و تجي عاقده، ها انتوما، واخا تنقلبوا البول ديالنا ما تطيح ما والو، غنخليوها على جنب. وغادي نجيبو الحليب ديالنا، انا غادي نصبو بالفاني باش يجيني هذاك البسكوي فيه بنه ديال الفاني. غادي نخلط شويه، غادي نوجد فاش غنقدم. انا عندي هاد الكويسات اللي تتشوفو كيعجبوني في التقديم، نتمنى البنات يكون واضح ليكم. انا غناخد البسكوي ديالي كما تتشوفو، غنقسمو على جوج، بسم الله، وغادي نفزكو بحال هكا، ونحطو هنايا في الكاس ونضغط، ونحط هنايا، نزيد واحد طريف ثالث،
ونستمر على هذه العملية نساري الكنيسات ديالي كاملة. كما شفتوا في الفيديو اللي سبق انني درت البسكويت ديالي، ودابا غادي نشد لا كريم الشانتيي اللي طربت ونحطها هكا في الكاس. نجيب شي معلقه صغيره، جبت معلقه صغيره ونقاد في الكاس لهذا الطريق. يكون واضح ليكم ساهل البنات، وتجي لذيذ وتجي زوين وتستحق التجربة. حيت مازال نديرو الطبقة ديال البسكوي وعاد نديرو الطبقة الأخيرة، تجيني على هذا الشكل. أمسح الكويسات ديالي من هنايا باش يجيني المنظر ديال الكاس نقي. نتمنى ان الطريقه راه سهله وواضحه، راه كلشي انا بامكانه يديرها. دابا ندوزو نوجدو الطبقه الثالثه. دابا مور الكويسات ديالي قاديتهم، مسحتهم من الجنيبات، غنشد البسكويت ديالي وعندي الطبقه فوق هاد الكريم شونتي باش نخشيهم يبردو في الثلاجه باش نوجدو الطبقه الاخيره. غادي ندير غير واحد الجويجه تاع هكا من فوق. المهم هو الطريقه تجيكم قاد وزعما وناجحه. ها انتما يا الحبيبات، ها انتما، ها انتما صافي. نضغط عليها مع شويه هكا وعندي مخشيهم في الكونجيلاتور ونرجع معكم باش نوجدوا الطبقه الاخيره. المهم درت البنات كما قلت لكم الكويسات ديالي في الكونجيلاتور باش يجمعوا ليا شويه. هنايا دزنا للطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه اللي فيها المقادير نصف لتر ديال الحليب اللي يكون بارد وسكر على حسب الذوق. انا درت هنا 3 معالق كبار. غادي نزيدو معلقه ديال النشا كبيره، غادي نزيدو معلقه ديال كريم باتيسير او كاسترد كبيره، وغادي نزيد الفاني، غادي نخلط، وغادي نديرو فوق البوطة. دابا درت الحليب بالتحريك حتى تنحسو بيه عقاد لينا، وغادي نزيدوه معلقة كبيرة ديال الزبدة. كيف ما شفتوا البنات في الفيديو اللي قبل الكريم ديالنا تجمعات دابت وطفيت. دابا غادي نزيد الشوكولا ديالي ديك 100 غرام محد مازال ليا هاد لاكريم سخونه باش يذوب ليا الشوكولا. ما متوفرش عندكم الشوكولا فديروا الكاكاو، المهم اللي متوفر عندكم في الدار. ها انتما نخلطوا راه تبدا يذوب لينا داك الشوكولات، تنحصلوا على كريمة ديال الشوكولا تجرديدة ومعا فيها نسبة الكاكاو شوية عالية. يا سلام يا سلام، رائحة ولا أروع. كريم اللي داير هكا لذيذ لذيذ، ريحة اللي الناس ديال عشاق الشوكولا عجبهم. نحركو مزيان باش يجانس ليا. هاد كيما شفتو الطريقة ديال التحضير والطريقة ديال الديسير ديالنا من الأول حتى وصلنا للمرحلة الأخيرة. دابا جبت الكويسات ديالي من الكونجيلاتور كيما تشوفو، راهم جمدو ليا. لاكريم ديالي ها هي، راه جات لذيذة وبنينة، جات بحال دانيت نيشان، ما تقدرو تاكلوها غير هكا. دابا غادي نهز ونبقى نخوي في الكويسات ديالي ونقادهم وندوزو باش نشوفو باش نزينوهم من الفوق. بسم الله
نحاولوا نقادوا لا كريم ديالنا، نزوقوا هكا بالفيرميسال من الفوق على هذا الشكل. بغيتوا ديروا اللوز الفيلي، اللوز مهرمش اللي متوفر عندكم، انا زوقته على هذا الشكل. هنا ديسير ديالنا على هذا الشكل، غنديروه يبرد في الثلاجة وغادي نعاودو نشوفو الشكل النهائي ملي تبرد كيف تيجينا. المهم غير هكا راه المنظر ديالو كافي تشهي باننا يعجبنا ويعجب وليداتنا ويعجب الناس اللي نخدمو ليهم. هانتوما غنمشي دابا نديروه في الكونجيلاتور يبرد ونعاود نرجع لكم ملي نبغي نقدمو ونوريكم الشكل ديالو والقوام ديالو كيف تيجي. يلا خليكم معايا حتى اللخر. رجعت لكم البنات مره اخرى كما قلت لكم، عرض لكم من بعد ما نخرج الديسير ديالي من الكونجيلاتور ملي نبغيو نقدمو غنخرجوه. كما تشوفوا تيجي على هذا الشكل، ها نتوما تيجي ثلاثه ديال الطبقات، تيجي منظر ديالو زوين، راه مازالش هاد البروده، تيجي رائع وتيخرج لينا تقريبا 8 ديال الكؤوس هذاك الكميه اللي درنا. ها نتوما وتيجي عاقد شاد راسه. نهز لكم شويه شوفوا، ها نتوما جربوه وردوا عليا الخبر لانه فعلا يستحق التجربه. راه ماشي تنشكروا لكم حيت درتو انا، مي راه بنين بزاف ولذيذ بزاف، بالاخص هاد الكريمه اللي من الفوق راها جات رائعه بنينه بزاف 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 بزاف، فريمون تستحق التجربه. ونتمنى هاد الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وهاد الفيديو اللي صورت لكم هاد الوصفه تجربوها وتردوا عليا الخبر، وما تنساونيش من ليجيم، ما تنساونيش من البارطاج ديالكم، ما تنساوش انكم تخليوا لي التعليق اسفل الفيديو تقولوا لي انكم جربتوا هاد الوصفه ونالت الاعجاب ديالكم، وبالاخص تعجب وليداتكم لانها فريمون 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 كتبت عليكم من هاد زوينه بنينه بنينه. البنات نهز المعلقه واحده اخرى، عليكم غير بهاد الديسير هذا انكم تجربوه. ما تنساوش من اللايك، ما تنساوش بارطاج، ما تنساوش التعليق ديالكم تخليوها لي في اسفل الفيديو التعليق ديالكم الزوينه. خليكم على خير ونقول لكم سلامه، ونتلاقاو في فيديو جديد وفي هوا جديده وشي وصفه اللي تكون ناجحه وصادقه 100% للناس اللي متعلمين والناس المبتدئين اللي تجربوا حاجه اول مره، فاكيد غنجح معكم من اول مره. خليتكم على خير وبسلامه عليكم، والله يعاونكم هاد الساعه، ونتلاقاو في فيديو جديد. سلامه.